المفروض ما تدفعش فلوس. كويس قوي. ما هي الدوله اللي تقدر تعمل في كده العالم اللي تقدر تعمل كده عشرات السنين؟ اذا عملناها سنه وعملناها سنتين واذا عملناها 10 سنين بعد 20 سنه هتنكسر الخدمه. ده كلام خطير. يعني احنا بنقول دلوقتي ان ممكن ان احنا انه التامين الصحي ده هيرفع اسعار دخول لسبب المستشفيات. واحد بقى لسبب واحد. ايه سبب واحد؟ هل ده صحيح يعني؟ تعال نحسبها كده بهدوء. تمام. نمسك اكبر دوله اقتصاديا موجوده واقفه على الارض امريكا. امريكا النهارده هل في مريض بيخش ياخد علاجه بدون ما يكون له مشاركه بالتامين الصحي؟ انه يدفع. كلمه تامين صحي دي هي المشاركه. بنسبه مئويه انا باخدها من دخلك. مش من مرتبك، دخلك. كل العالم بتعمل كده. انا باخد نسبه، النسبه دي بتبقى كام؟ 4%. 4% من دخلك انت وانت صغير من سن 10 سنين لغايه سن 50 سنه ما بتروحش للدكتور. تحتاج للدكتور بتاعك امتى؟ لما قبل 10 قبل 10 وبعد ال 50. في ال 40 سنه دي الفلوس اللي انت بتقتطع من غالبا، خلينا نتكلم بصفه عامه، دي بتقتطع بتبقى ذخيره ليك ولغيرك عشان في يوم ما تاخد علاجك. صحيح ده الكلام. فانا النهارده عند زي نسبه ايه؟ زي ما نيجي نتكلم على المعاش. انا النهارده ينفع ان انا اجي اخد معاش في نهايه خدمتي وانا ما شاركتش فيه؟ هي نفس الفكره. بس خد بالك انت، عشان برضو بعض الناس، عشان الكلام ده احنا عندنا جهاز مركزي التعبئه العامه والاحصاء طلع احصاء بيقول احنا 27% من كل مصر دخلهم 333 جنيه. انا موافق. فانا النهارده انا بتكلم عشان انا بقول هاخد 4% من دخلك دلوقتي. هقول لك ايوه احنا التامين الصحي يعني هنغلي. لا 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 مفيش كلام من ده خالص. خلي بال حضرتك ان احنا قانون التامين الصحي ده بياخد 4% من القادر. من القادرين على الدفع. الغير قادرين احنا مصنفينهم في مصر 40%. 40% مش 27. لا لا يا فندم 40% مش 27. دول هتاخد منهم الدوله اللي هتشيلهم. دي الدوله هتشيلهم. ومحسوبه كده. ومحسوبه بالدراسه الاكتواريه. خلي بال حضرتك احنا دلوقتي بقى لنا 9 أشهر بنحلل وبنعيد وبنزيد. الموضوع خلاص اختمر. كويس؟ احنا اللي انا عايز اقول لحضرتك ان القانون ده دخل 4 مرات مجلس الوزراء. يدخل ونعيده ونصلح فيه. يعني هي الموضوع ما ينفعش ان انا اعمل حاجه وارجع بعد ما امشي فيها شهر او سنه او اتنين ارجع اقول لا فشلت والدنيا وقعت. طب القانون ليه واقف القانون؟ لا القانون خلص. عندكم في الحكومه. لا القانون خلاص لوجستيا. يعني ايه قانون لوجستيا؟ يعني المنهج القانوني او البيانات او الخطوات او المواد خلصت واتدرست. احنا كل اللي احنا بنعيد ونزيد فيه هي الدراسه الماليه الاكتواريه. هنصرف ازاي وهنعمل ايه؟ نبقى ما نعملش خطوه ماليه ونرجع نقول ده غلط. وعشان تبقى عارف حضرتك احنا خلصنا هذه الدراسه من حوالي 3 أشهر. بس دي مش هتحمل المواطن اعباء تانية؟ لا يا فندم. لا 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 عليه يعني حتى أبدا. القادرين دول لا لا لا. احيانا انا القادرين دول ما انا باخد منهم قيمه مضافه برفع عليهم اسعار الكهرباء في الشرايح مش عارف لا ايه لا لا خالص. بعدين اخد 4%. انا عايز اقول لحضرتك مش هيبقوا قادرين اصلا. الناس كلها هتجري عليها. يعني فكرة على المنظومه دي على طبعا ما بالعقل كده. انا النهارده عايز منظومه صحيه صح. اختياري ولا اجباري؟ لا اجباري. وانش اجباري الزامي. يعني فيش واحد في الدوله المصريه له هويه مصريه الا وهتكون له نسبه مشاركه في هذا الكلام. وعشان اقدر ان انا اقدم خدمه صحيه هقدمها ازاي؟ طيب يعني هل ده بمجرد تطبيق القانون ده هيحصل مثلا عندي نائب مش قانون تاني؟ انا عايز اقول بمجرد تطبيق النظام. لانه في نائب في البرلمان وهو بيتكلم على الصحه بيقول منظومه الصحه اصبحت صرف صحي والمستشفيات يفقد فيها المرضى ارواحهم. ده نائب في البرلمان. انا مش عايز يعني خلينا ايه نتكلم يعني الكلام اللي هو الرنان موجود مع نقدر نقول اللي احنا عايزين نقوله، لكن خلينا نتكلم بشكل موضوعي. ايه المشكله؟ وايه حلها؟ بس. لكن مش هنقعد نقول طب ما احنا عارفين اللي بيحصل فيه. ما هي ده وضع انا عارفه يعني. يعني ده انت بتعتقد ده كلام رنان مش مدروس؟ لا طبعا. عايز اقول لك ان المنظومه أسوأ من كده. أسوأ. طبعا. يعني انا بلف. خلي بالك ان انا بلف. يعني انا ما فيش يعني محافظات. انت ليك تصريح هنا قلت انا رحت المستشفى اللي جاي على طول ان زرت مستشفى بالاقصر ولم اجد غير 4 أطباء من 114. 114. مرتين. نفس المستشفى اللي رحتها مرتين برضه الاطباء مش موجودين. معنى طب ودي المنظومه تحلها ازاي يا ساتر؟ الحل كل حاجه يعني. خلي بقول لك ايه، انا اول ما جيت كنت ببص ومش عارف يعني الحلول ايه. لكن كل حاجه لها حل. يعني كل حاجه لها حل عندي موجود. بس البدايه الحقيقيه صلب الموضوع
هو يعني ان احنا نحط يعني هنقول ايه ان الطريقه اللوجستيه نبص لها من فوق. نبص لها من فوق ازاي؟ احط قانون ينظم المنظومه الصحيه كلها اللي هي التامين الصحي. تمام. اللي موجود في الدنيا كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه نحط طريقه لحاجتين، لاثابه الطبيب وعقاب الطبيب. وانت ما عندكش منظومه لعقاب الطبيب دلوقتي؟ لا طبعا مفيش ولا اثابه ولا اثابه. لا تقدر تعمل ده ولا انت كوزير وتقدر تعمل. خليني اقول ايه يعني، احنا البني ادم ده هو عباره عن يعني اثابه وعقاب. صحيح. من وانا طفل ابويا واحنا طفل بيثيب ويعاقب، هي كده الدنيا كده، البني ادم كده. فانت لازم تثيب وتعاقبه. تثيبه ازاي؟ لما يشتغل اديله مقابل مادي، ما يبقاش الفلوس اللي بياخدها مقطوعه. انا باخد 2000 جنيه اشتغلت باخد 2000 جنيه، ما اشتغلتش باخد 2000 جنيه. دي اسمها دي فلوس مقطوعه. قانون الخدمه المدنيه ما يحلهاش ده؟ لا مالناش دعوه بالخدمه المدنيه. احنا بص انا عايز اقول ايه، ان مهنه الطب دي حاجه كده سبيشال، يعني حاجه خاصه. فلازم يكون في اثابه وعقاب. انا النهارده خليني اتكلم على الطبيب في عيادته. القطاع الخاص بينزل من بيته عشان يروح عشان ياخد مقابل، مظبوط؟ صحيح. في طبيب ما بيروحش عيادته في يوم ولا يمكن. ايه؟ لان في اثابه. صح؟ طبعا بيرجع الفلوس قد كده. اسمها اثابه. اسمها اثابه. وفي نفس الوقت اذا الطبيب ده ما راحش في اماكن معينه، وانا هدي مثال بحاجتين، بالجامعه ومستشفيات القوات المسلحه. تمام. ده طبيب وده طبيب. مستشفيات الجامعه فيها قانون مصري بيحكمها. اسمه مدني، اسمه قانون 49. قانون 49 ده بيدي حق لعميد الكليه بمجلس تاديب في 7 ايام ان الطبيب المتغيب يقعدوا بيته مدى الحياه. في المستشفيات الجامعيه مدى الحياه. وعميد الكليه يعني يقعد مدى الحياه، خلاص بيفصل ب7 ايام. قوانين عنده مدنيه. ده مش متطبق عندكم في الصحه؟ لا يا فندم، مش موجوده الجامعيه. لا طب يعني انا النهارده عايز اسال سؤال، مريض راح الطوارئ الحوادث ما لقاش دكتور، انا النهارده رئيس هذا الطبيب، ايا كان درجتي، انا استاذ، انا وزير، انا وكيل، انا مدير، والعيان ده راح ما لقاش الطبيب، كارثه سودا. كويس قوي. ايه الحل؟ اعمل انا ايه؟ ينفع؟ انت بقى كوزير صحه ما تملكش تعمل حاجه. لا لا لا، ما فيش خالص. حاجات بقى يقول لك ايه، اديله مش عارف ايه وجزة، وبعدين حوله مش عارف محكمه، مش عارف نيابه اداريه. وليه النيابة؟ وليه احقق مع الدكتور اساسا في النيابه؟ يعني برضو دي عمليه فيها مهانه. الطبيب ده ليه اوديه نيابه اداريه؟ انا شايف ان الطبيب ده مهنه اقدس من انها تحول نيابه اداريه. بس لو ما راحش يبقى مش مقدس ولا حاجه. ما راحش يبقى نتحاسب بقى. لان في ذنب واحد روح بني ادم. خد بال حضرتك. تمام. فاذا هي اثابه وعقاب، وفي نفس الوقت يروح ياخد مقابل، يبقى في مقابل كمان. طب ده هل قانون التامين الصحي اللي بتشير اليه يقدر يعمل كل ده؟ كل الكلام. لا. قانون التامين الصحي ده قانون بينظم المنظومه الصحيه بصفه عامه. دي ايه الجزء بتاع الاثابه والعقاب؟ احنا ده بنعمله بقى دلوقتي في ان احنا عايزين نخلي كل اطباء مصر بقانون مدني واحد. وهو قانون 49 اللي انتوا بتطبقوه في الجامعه، المطبق في الجامعه. 17 كليه طب في مصر ماشيه كده. 17 كليه طب ماشيه كده. ومش ده طبيب متخرج من كليه طب وده طبيب متخرج من كليه طب؟ ايه الفرق ده؟ مش ممكن يخلي النقابه تزعل منك ولا حاجه؟ تزعل ليه؟ ما هو النقابه دي اطباء ومتخرجين من كليه الطب. كليه الطب يعني النهارده انا كعميد انا اللي مخرجه. انا اللي معلمه، وهذا بيسري على الجزء المجموعه منهم اللي هم الاوائل. طب خلاص خلينا زينا زي الاوائل. ولا هم الاوائل وحشين؟ لا الاوائل طبعا كويسين. بس انت قلت في البرلمان انا عندي خطه لحل مشكلات المستشفيات، بس ممكن تدخلني السجن او اتقطع من الاعلام. لا لا، مفيش كلام. ما قلتش كده. لا لا خالص، ما قلتش هذا الكلام. استحاله. يعني انت مش خايف انه يعني ما عندكش منظومه تعمل اصلاحات تؤدي بيك الى ان تهيج عليك النقابه مثلا؟ انت لا لا لا، انت في النقابه على طول. لا ما شاء الله، يعني ليه دول زمايلي واخواتي يعني بيحبوك. لا لا وانا بحبهم. طب هنرجع لدي بس بعد الفاصل. اتفضل. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ولا زلنا مع دكتور احمد عماد وزير الصحه. انا في يعني نزلنا الشارع ووقفنا كاميرا وقلنا الناس عايزين تسالوا وزير الصحه ايه، وكان هذا التقرير اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. استاذنك نشوفه مع بعض. قول لي يا حاج، احنا معانا وزير الصحه النهارده، تقول له ايه؟ اقول له خلينا يرحمنا شويه في المستشفيات، بس فساد في كل مستشفى فيها فساد. وزير الصحه عندنا ما بيدورش، ما نزلش اسيوط، ما نزلش ابوتيك، انزل دور، تعالى شوف المستشفيات في الصعيد شكلها عامل ازاي. المستشفيات القرويه التكامليه دي كانت فكره انشئت وبدا التراجع فيها، لو اهتمنا بها هتحل كتير قوي او هتفك كتير قوي عن المستشفيات المركزي والمستشفيات العامه. في نفس الوقت راجع قرار زياده اسعار الدواء بنسبه 20%، وخاصه الاحتكارات اللي تمت فيه والزيادات اللي تمت على غير القانون. يعني النهارده الدواء زاد 20%، بيجي بيزود مثلا علبه بفيها 3 شرايط، بيزود على كل شريط 20%، بيصبح كده العلبه ثمنها زاد 3 في 20%، زاد 60%. فيراجع نفسه ويراجع الناس الغلابه ويراجع القرار اللي صدر بزياده اسعار الدواء. هو الوزير مالوش دعوه، مش الفكره، الوزير اللي تحت الوزير. تروح الناس الغلابه، تروح المستشفيات تكشف، تقطع تذكره وتخش، يقول لك العلاج مجانا. فين العلاج المجاني؟ تخش على الدكتور يكتب لك علاج عشان تشربه من الصيدليه بتاع المستشفى، يقول لك دي مش موجود ودي مش موجود، يكتبه لك في ورقه ويقول لك هاته من بره. طب لو انا هجيب من بره، طب انا هكشف بره واجيب من بره. العلاج اللي غالي، والناس اللي مش لاقيه، ناس مش لاقيه تاكل وعندها وتعيانه ومريضه، وناس مرميه في المستشفيات مش لاقيه علاج ومش لاقيه سراير. بالاضافه لزياده اسعار الادويه، معلش حاكم ولا رابط، كل صيدله بترفع بسعرها، بتيجي يقول لك السعر النهارده زاد، الدولار زاد. طب فين النهارده الرقابه بتاعت وزاره الصحه؟ اقول ايه للوزير؟ اقول له شوف ده، انزل، يعني حضرتك قاعد على الكرسي مفيش اي مشكله، بس اتحرك شويه، الناس اللي تحتيك بياخدوا فلوس وعمولات على الحاجات دي كلها. فحضرتك لما بتتعب بتخرج تسافر تتعالج في المانيا، في اوروبا، في فرنسا، بتروح اي مستشفى من المستشفيات الخاصه، لا داعي لذكر اسماء. يا ريت حضرتك تبص لده، في ناس كتيره جدا محتاجه ده. سيادة الوزير، الناس بتقول ارحمنا الفساد في المستشفيات. لا، هي المستشفيات فعلا الهم كتير. الهم كتير طبعا. يعني بص، هنا وزارة الصحة دي انا في رأيي ان هي من اكبر المسؤوليات، لانك انت بتتعامل مع ملف قديم جدا مثقل بهمومه، ملف من 50 سنة زي ما انا قلت لحضرتك كده. يعني انا في رايي ان تم استهلاك الرصيد المادي لهذه المستشفيات. خلص بقى، مفيش يعني انا زي ما قلت لحضرتك، مفيش دوله تستطيع ان تصرف على المنظومه الصحيه لمده 50 سنة بدون مشاركه مجتمعيه. مفيش دوله كده. امريكا مش كده. بس كوبا كده، انا ما اعرفش، انا اعرف اكبر دوله اقتصاديه، كل العالم كده، ما فيش دوله مش كده. كله بيشارك، كله بيشارك بنسبه. لكن انا وفي نظام تامين صحي، يعني انا عايز اقول ايه، التامين الصحي موجود في مصر النهارده بالرغم من ان هو يعني عايز اقول ان هو يعني ما فيش عنده قدرات، ولكن في نسبه مشاركه. التامين الصحي بيغطي مصر بحاجه 40%، 48%. بناخد نسبه من بعض الناس، وبعض الناس بنسب ابسط واقل، لكن هو بيؤدي دور لبعض الناس، دور ضعيف لكن بيؤدي دور، واحنا كدوله ما بنشاركش معاه. طب انت مش حاسبها في الوقت؟ يعني الراجل اللي بيقول لك ارحمنا من الفساد في المستشفيات، مش حاجه اسمها الفساد، كلمه هل انت فساد؟ هل انت حاسب يمكن هو لما يروح ما يلاقيش سوق دكتور. الخدمه، سوق الخدمه، ولما ما يلاقيش دكتور ده فساد. طب هقول سوق خدمه برضه، ماشي. طيب هل انت لما بنقول للناس، لما بنتكلم دلوقتي الناس معاهم وزير صحه مصر وبيقول انا قانون صحي ودارسين، بندرس اكتواري وماليه وكل حاجه، فهنطلع القانون، هو ده فقد ايه بقى وقت نقدر نلاقي خدمه؟ هو ده الحل. ايوه، نلاقي قد ايه، فقد ايه وقت؟ المحافظه اللي هيتم تطبيق فيها هذا القانون ساعه ما هيتطبق هتبقى الدنيا هديت، لان احنا بالدراسه الماليه ان عند تطبيق هذا النظام كله يمشي صح.
انا هقول لحضرتك مثال. كل يعني هقول لحضرتك مثال. اتفضل. هقول لحضرتك مثال. اتفضل. تعالى نتكلم على منظومه كده حصلت الناس عارفاها او حساها او مش حساها، لازم انا القي الضوء عليها ولا تنسب الي ابدا. منظومه الاسعاف. لغايه سنه 2008 دي الدكتور حاتم الجبلي. ربنا يديله الصحه. لغايه كانت 2008 كويس والله، بنحب الوزراء اللي بيشكروا في اللي قبله. لا انا الحقيقه بحبه الراجل ده، ولازم مصر كلها، هو كان راجل محترم، مصر كلها لازم تحبه. لغايه 2008 ما كانش عندنا اسعاف في مصر. الاسعاف اللي كان تلن ده، والاسعاف اللي كان يقول لك انا بكلم عربيه الاسعاف بتجي لي بعديها بثلاث اربع ساعات، وعربيه اسعاف مكسره و و و و كويس قوي. هذا الرجل بدا يدرس منظومه الاسعاف كيف تتم بشكل من اعلى. محتاجه فلوس قد ايه، محتاجه، وبدا يقدر يعمل الدراسه مظبوطه اكتواريا ماليا صح. عمل هذه الدراسه وبدا يطبقها تدريجيا على المحافظات. عمل بدا 2008 تم تغطيه مصر كاملا بالاسعاف اللي احنا شايفينه النهارده ده 2015. خد بالظبط 7 سنين. النهارده انا النهارده على راس منظومه الصحه، انا شايف ان النظام الصحي الذي يباهي المستوى العالمي جوه هذه المنظومه هي الاسعاف بس الباقي كله محتاج زي الاسعاف كده ما اتعملش. بالظبط، لازم تعمل كده. ولما بدا محافظه في محافظه ما حسيناش بيها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، سنه 2011 اللي شال مصر صحيا في عز الازمات دي كانت الاسعاف. كانت الاسعاف هي اللي اتحركت، هي اللي اتحركت بالظبط، كانت الاسعاف. وبدات بدراسه، ودراسه ماليه مظبوطه، وتم تطبيقها وبشكل تدريجي. يعني في قانون بقى اللي هو يصلح احوال المستشفيات دي، هو ده الوحيد. حاضر. التصورات الماليه، احنا عاملين تصور مالي على زمنيا. زمنيا ناخد قد ايه؟ لا انا اقول لك، احنا حسبناه الاول على 6 سنوات. لان الست سنوات دي هتمثل عبء مالي شديد جدا، ما نقدرش ان احنا نغطيه، والمنظومه مش هتمشي. لان المنظومه ديت اذا كانت منظومه الاسعاف خدت 7 سنين، لان حسبناها منظومه التامين الصحي تكفر لتغطيه مصر بشكل جيد 10 سنوات. كل 10 سنين، 10 سنوات تغطي كل مصر. هنبتدي محافظتين، محافظات بمحافظات. كل سنتين زي ما عملنا في الخبز كده والتموين والحاجات. بالظبط، بمحافظات حتى نغطي مصر كلها. عملنا حساباتنا وقلنا وايه المحافظات، واختيارنا المحافظات على اساس ايه؟ على اساس مثلا عدد السكان اللي فيها، على اساس الخدمات الصحيه الموجوده جوه المحافظات ديت، الخدمات الموجوده، بل على اساس المحافظات الاكثر فقرا. إيه زي ما هو بيقول لك انت اسيوط والمستشفيات القرويه. يعني هو كان بيقول اسيوط، انا رحت الاقصر ورحت اسوان. يعني انا نزلت الاقصر واسوان وقنا. انا رحت قنا في رمضان. في رمضان. رحت في يوم واحد. رحت الاقصر ورحت قنا. وانا عايز اقول ان فعلا اللي عايز يعرف المنظومه الصحيه جوه مصر ما يقعدش في القاهره. القاهره كفرد متشاله. لا، يطلع على المحافظات. طيب احنا بنتكلم عن 10 سنين وانت بتزور المحافظات، ده رد على 10 سنوات منذ بدء هذه المنظومه. بالظبط كده 10 سنوات. واحد، هل سيتم تعديل خلال هذه الفتره مرتبات الاطباء بالشكل الذي يؤهلهم الى انه وعلى ضمن فكرة هذه المنظومه؟ على فكره هذه الدراسه انا عملتها وقدمتها الى دوله رئيس الوزراء بالدراسه الماليه. وايه اللي هي تعدل من حال الاطباء ماليا، بمعنى داخل برضو منظومه طبعا. تمام. طبعا اللي هو ايه، انا النهارده دكتور في مستشفى حكومي، خلينا نتكلم على كده، بنزل باخد مرتب، هذا المرتب بيكفيني؟ لا. خلينا نكون واقعي، لا لا يكفي الطبيب. ما انت ليك تصريح في البرلمان بتاع مش عارف مين ام ايه اللي بتاخد 200 جنيه ما لا تكفيني. لا تكفيني. بتاخد 200 جنيه والطبيب بياخد 40. لا يكفيني. خلينا نتكلم بصراحه، لا يكفي الطبيب. وبالتالي الطبيب ده حاجه من اتنين، يا ما بيروحش المستشفى، يا بيكشف وهو مستاء. كويس قوي. لو انا اديت للمريض ده، المريض ده مثلا بيجي في العياده، يلاقي عنده في العياده الموجوده، العياده عدد المرضى الموجودين 40 عيان مثلا. طب بينزل يكشف عليهم؟ طب بيشوفهم بعد ما بياخد الماجستير؟ بينزل بعد ما بياخد دكتوراه؟ بينزل؟ ما بيحصلش. فلو خد هو نسبه بسيطه جدا، ومش هياخدها بقى من المريض، هياخدها من النظام اللي هو الانشورنس اللي هو التامين، هينزل. احنا حسبنا له ايه؟ ان ياخد على العيان 3 جنيه. 3 جنيهات. بس. جنب مرتبه. جنب مرتبه. يعني مرتبه ثابت. ما خلاص بقى، ما احنا قلنا دي مقطوعة. ولو كشف على العيان هياخد بقى مبلغ كبير. 3 جنيه. فالراجل والله محسوبة كده، 3 جنيه. 3 جنيه لو عنده 40 عيان يعني 120 جنيه.
وجمع بعد كده عمليه هياخد في العمليه 140 جنيه حاسبينها له كده، يبقى 3 4 عمليات هنطلع له في اليوم حوالي 700 800 جنيه. يعني هيبقى ده عظمه. خلاص هيشتغل، هينزل هينزل وهيشتغل، ولما يكبر شويه يبقى 1000 جنيه مع مرتبه، وهكذا تمشي المنظومه. انت كل الارقام اللي بتقولها دي وبتقول ان مش هيبقى في اعباء 40% 40% أبداً. مش ابدا والله ابدا، حسبناها دي محسوبه يعني. يعني مثلا لو مواطن دخله مثلا 5000 جنيه مثلا، ده بس خليني اقل شويه 3000 جنيه يدفع حوالي قد ايه؟ نتفق على حاجه، اللي هم حد الفقر اللي احنا بنقول عليهم دول كفرد. انت قلت 40% ومصر احنا غير القادرين. دي اللي هي زي ما هم من اول كام بقى وانت نازل غير زي ما هم القادرين؟ لا من غير، مش هقول ارقام، هقول اللي زي ما هم مصنفين في وزاره التضامن، اللي هم المحطوطين غير القادرين. غير القادرين زي ما هم مصنف ولا مليم. دول بيمثلوا، انا بقولها كده، 40% من شعب مصر حسب ما هي محسوبه، ودول الدوله بتكفلهم. تمام خلاص. دي بعد كده عندك 60%. يعني الناس ما تقلقش ولا تتخض ولا لما يجي قانون التأمين الصحي ما يقولش هيجي على الغلابه. لا يا فندم، لا دول الدوله بتكفلهم خلاص. ال 60% بقى هيبقى فيه تفاوت، في واحد هاخد منه 20 جنيه، واحد هاخد منه 200 جنيه مثلا. تمام. ودايما القانون ده هو قانون تكافلي. يعني ايه تكافلي؟ يعني اللي معاه بيكفل اللي ما معهوش. ولازم تحسب كده. لازم اللي معاه اللي بياخد مرتب 10000 بيكفل اللي مرتبه 3000. وتمشي المنظومه هكذا. ويبقى الزامي، الزامي على مين بقى؟ احنا عندنا حاجه اسمها فورمال سيكتور وانفورمال سيكتور. فورمال اللي هم المدرجين اللي احنا عارفينهم، اللي هم الموظف. انا مثلا كراجل دكتور، انا كموظف في حكومه متسجل. لكن في بقى بياعين فورمال سيكتور. انفورمال سيكتور ده لا مش بياعين، زي نقول ايه، انا حدي مثلا مثال بحرفي، اي حرفي، هذا الحرفي ملوش مرتب، ما بياخدش مرتب، وهذا الحرفي انا ما باخدش منه اشتراكات في اي حاجه. لو انا جيت للحرفي ده وخدت منه نسبه اشتراك، يبقى انا بزود العباءه الماليه بتاعتي. صحيح. اقدر ان انا اغطي، وهتقيس الحرفي ده مش من غير القادرين، من ضرايبه. هنقول ان هو ما بيدفعش ضرايب بنسبه كبيره، ما بنحصلش ضرايب كما ينبغي. ولكن اهي في نسبه ضرايب. اللي فاتح محل كوافير، اللي فاتح اي محل هيبقى بيدفع ضرايب. انت احنا عندنا ناس كده، احنا على ما نظبط الضرايب ده، ظبطت الضرايب دي عايزينها سنين. لا بس هي ما بتتحسبش غير كده. طب ايه اللي معطلنا؟ مش فاهم. النظام الاكتواري، انا عايز اقول عشان الناس تبقى عارفه بالظبط، احنا بعد ما عملنا النظام الاكتواري ده عن طريق وزاره الماليه، دي حقائق انا بقولها، وحسبناها واتعرضت على مجلس الوزراء، طلب ان احنا نجيب شركه عالميه تحسب تعيد الدراسه ديت، وجبنا شركه اسمها هيفت، والشركه اتحسب لها 250 الف دولار عشان تعمل الدراسه، والشركه خدت الداتا بتاعتنا البيانات وبتعمل الدراسه ديت، واحنا مفروض ان احنا في نهايه اكتوبر ناخد منهم، او يعني الدراسه الماليه، الدراسه الاول اكتوبر تروح بيها البرلمان كده خلاص. كده خلاص يعني احنا، انا متخيل يعني ان اول الدوره الجديده للبرلمان هقول لهم اتفضلوا قانون التامين الصحي رجعوه وطلعوه. هل انت مرتب هيتطبق فين الاول؟ محافظات ايه كده؟ عايز اقولها لك دلوقتي. يا ريت. حالا اجيبها لك، حالا اجيبها لك قدامي. ايه التامين الصحي؟ هجيب لك اهي بالظبط المحافظات بالترتيب، يعني كما هي مدرجه في القانون، مدرجه في عندنا. يعني ايه هي المحافظات؟ طيب دور، وهنطلع فاصل، هنستغل التدوير في الفاصل، وهنرجع نكمل مع سيادة الوزير هذه الأسئلة، ونكمل أسئلة الناس اللي قالوها في التقرير وفي الرسائل. أهلا بحضرتكم مرة تانية. حضرتك كنت بتدور لنا على المحافظات عشان هي بالترتيب كده، احنا محددينها 2017-2018 خمس محافظات. السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء. تمام. 2019-2020 خمسة، أسوان، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر. دول من كام لكام؟ 19-20 19-20 21-22 اسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط. هتلاقي ايه؟ هتلاقي محافظات من الدلتا، محافظات
حدودية محافظات من الصعيد مع كل بقعة كل بقعة مثلا 2023-2024 أسيوط من الصعيد، الوادي الجديد حدودية، المنيا من الصعيد، بني سويف من الصعيد، الفيوم من الصعيد. 25-26 الدقهلية دلتا، الغربية دلتا، الشرقية دلتا، المنوفية دلتا. 27-28 القاهرة آخر محافظة أخرتها بقى. الجيزة، القليوبية اللي هي القاهرة الكبرى، دول آخر ثلاث محافظات. دول كده على المراحل، هنلاقي إن كل دول ست مراحل، كل مرحلة من دول سنتين. ست مراحل كل مرحلة سنتين. يعني القاهرة 27-28 سنة مش 10 سنين، لا 6 في 2 بالظبط، هم 2 في 12 بالظبط. دي مدة تطبيق القانون والمراحل كما هي مدرجة وكما هي موجودة في القانون بالظبط، ويحصل هذا الإصلاح الشامل إن شاء الله، وتوفر أجهزة ومعدات ومستشفيات وحدات غسل كلوي. مش بس مصلحة شامل، هي مسألة جملة كده بيقولوا إيه، استدامة، سستينابيليتي. أعمل حاجة وما أجيش في النص وقف أقول إحنا ده كان فيه غلطة نرجع من الأول. ده بعد كل الدراسات دي، خلي بالك ان انا جيت لقيت القانون ده معمول. يعني انا ما جيتش الوزاره كان القانون ده مش معمول، لا كان موجود، كان موجود وموجود من ايام الدكتور حاتم الجبلي، خليني اقول هذا حق. يعني هذا القانون كان طالع من ايام الدكتور حاتم الجبلي وكانوا دخلوا بيه فعلا. امال كان برضه ايه اللي بيعطلكم؟ الغطاء المالي، الدراسه الماليه. وهقول كمان الدراسه الماليه المره دي كانت احسن ليه؟ لا مش احسن، انا برضه عشان اؤدي كل حق حقا ما بعرفش اكذب. دكتور حاتم الجبلي جاب شركه هيفت، نفس الشركة، نفس الشركة، وعملوا الدراسة ولأسباب ما سياسية ما دخلش هذا القانون، سياسية مش مالية ولا يمكن الأعباء أبداً. برضو إن أبدا والله ده كانت أيامها، يعني عايز أقول إن الأعباء كانت ممكن كانت تنفع، كان الوضع الاقتصادي كان أحسن من دلوقتي مثلا، لكن لأسباب سياسية ما دخلش هذا القانون وما بدأش هذه الدراسة، وقالوا كفاية الإسعاف، وقالوا فعلا. كفاية الإسعاف، لكن القانون ده موجود. كل اللي احنا عملناه في خلال من أول أنا ما جيت، طب ايه الاسباب السياسيه؟ هل مش عارفها الحقيقه، مش عايزك اخوض فيها، انا مش كنتش موجود، لكن عرفت الاسباب السياسيه. الفتره اللي من ساعه انا ما جيت لغايه دلوقتي، انا قعدت مثلا 3 4 اشهر بسهر كل يوم مع بعض الناس المسؤولين عن هذا الموضوع لغايه الساعه 10 و11 بس في هذا القانون، وعدناه وزدناه 3 4 مرات. ودخلت معايا وزارات كتيره، يعني وزاره الماليه دخلت، التضامن دخلوا قعدوا اشتغلوا معايا كتير، الشؤون القانونيه اللي دخلوا معايا، كل الوزارات دخلت معايا الحقيقه، العمل، القوى العامله دخلوا. كل الكلام ده عشان نعمل يعني بولش، صنفره، ما يبقاش في مجال ان يبقى في خطا. طيب هل ده يحل لنا الدواء برضه يا فندم؟ شايف انت زياده اسعار الدواء، الناس كلها احتكارات الدواء، الزياده الدواء دي بقى قضيه اخرى، يعني كده بقى خلاص ده ما يحلش الدواء. لا ده مش القضيه دي، قضيه اخرى. الدواء بقى انا دخلت الوزاره، الناس طقطق الدواء. هي انا يعني انا برضه انا بقول ان انا ما بحبش ابقى ما اعرفش اكذب وما اعرفش اقول كلام غلط. الدواء احنا دخلت الوزاره كان فيه، احنا عندنا فيه عدد ادويه المتداوله في السوق المصري، انت بتتكلم مثلا في حوالي 4000 صنف دواء. تمام. حوالي 1100 صنف دواء كانوا مختفين من السوق، مش موجودين. مش موجودين. يقولوا نواقص ومش نواقص، مش موجودين. واول ما دخلت الوزاره كنت كل ما اقابل حد من الاعلام يقول لي هتعمل ايه في نواقص الادويه؟ وانا كدكتور وكاستاذ انا كنت عارف الادويه طبعا ناقصه. والادويه الناقصه هي الادويه الرخيصه. يعني ايه الادويه الرخيصه؟ تنتج هنا ولا تنتج محليا؟ طبعا تنتج محليا. ايه سبب نقصها؟ سبب نقصها ان الشركات بتستورد الرو ماتيريال اللي هي المواد الخام، بتيجي تبيعها باسعار منخفضه جدا مع ارتفاع سعر الدولار، مش قادرين ان هم ياخدوا المقابل، فبيمتنعوا عن تصنيع الدواء الرخيص. مين اللي بيخش؟ الدواء الاجنبي اللي هو سعره غالي وجاي مستورد وموجود والناس بتدفع. فتلاقي مثلا انا حدي مثال ب مثلا الاريكا مثلا. الاريكا ده دواء بمصر ريلاكسنت بيعمل ارتخاء العضلات، ثمنه كام العلبه؟ 75 جنيه موجود. المثيل المصري 8 جنيه مش موجود. يعني 75 موجود لكن ب 8 لا، 8 جنيه مش موجود. طيب لانه المنتجين مش قادرين، مش قادرين ينتجوا. المصنع مش قادر. طيب جم قعدوا معايا وقعدنا بقى شركات الادويه قعدنا بقى مع حاجه لجنه اسمها لجنه التسعير في اداره الصيدله شهور طويله واحنا عمالين بندرس ازاي نحقق لهم الوسيله اللي تخليهم يرجعوا ينتجوا هذه الاصناف. احنا مش بنرفع سعر الدواء، احنا بنرجع الدواء الناقص، دي الفكره. نافينج مور، مش اكتر من كده.
فوصلنا ان احنا الادويه اللي هي اقل من 30 جنيه نعمل عليها زياده بنسبه 20% بحد اقصى 6 جنيه. وهذا هو القرار. بس ده بقى اتاخد في الصيدليات. خليني بقول بقى كل ما حدث، لا خليني اقول كل ما حدث. ده كان هو القرار بتاع مجلس الوزراء، وانا عايز اقول حقيقه ان هذا القرار دخل مجلس الوزراء لاول مره وتم رفضه في مجلس الوزراء، وعشان اكون صادق انا سحبت هذا القرار من المجلس. نتيجة رفض الوزراء. رفض بعض الوزراء وقالوا نستنى شوية ونعيد دراسته، ما كانش بالشكل ده، كان بشكل أعلى شوية. ورجعنا قللناه لهذا الشكل. ومشي بهذا الكلام على أساس إن احنا نوفر الأدوية الناقصة. تمام. الحقيقة ما مشيش زي ما احنا عايزين، واستغلينا احنا، والقرار ده استغل بشكل مش صح، بمعنى إن زي ما اتقال إن كان العلبة فيها ثلاث شرايط. شالوا حصل فعلا. حصل طبعا. خلينا نقول الحق، حصل طبعا. يعني احنا مطلعين قرار عشان نوفر الادويه الناقصه، تم تحويل هذا القرار الى وسيله للتربح ولاستغلال المرضى، وده حقيقي حقيقي. يا حول الله. ولهذا انا قلت جمله وانا الحقيقه مش هقدر اتراجع فيها. قلت لشركات الدواء انكم انتوا اذا ما وفرتوش الادويه اللي وعدتوا بيها في خلال مده محدده 3 أشهر انا هسحب القرار. وانا قادر القرار ده قرار مجلس وزراء، هدخل لمجلس الوزراء وهطلب سحب القرار مره ثانيه. جم قعدوا معايا شركات الدواء قالوا لي طب احنا دلوقتي مع الارتفاع الزياده ده في سعر الدواء ادينا مهله. هم لغايه دلوقتي من ال 1100 تم توفير 100 صنف دواء. من ال 1100 100 بس انا قلت ان انا في 1000 صنف. انا لازم اقول، انت لازم تبقى صادق. يعني معنى كده ان القرار مهدد بالالغاء؟ طبعا. لا اقولها للناس معلش. لا ما انا بقول هذا القرار. طبعا هم عارفين كده. يعني هم بيحاولوا دلوقتي. كلام مهم يا جماعه. هم عارفين طبعا الكلام من ال 1100 صنف اللي كانوا ناقصين. اللي رفع السعر علشانهم لدى المصنعين ما توفرش غير 100. احنا لا اجزم. وقرار رفع سعر الدواء مهدد بالالغاء. طبعا. ايه المشكله؟ اللي عمل هذا القرار يلغيه. احنا عملناه لخدمه المواطن، ان انا اوفر له الدواء الرخيص. انا مش بعمله عشان خاطر المنتج يكسب. لا. انا بعمله عشان المواطن اوفر له الدواء الرخيص. تمام. استغل بشكل مش مظبوط حق. بننزل حملات تفتيش وبنقفل صيدليات بكميات رهيبه. ماشي، اتعدل شويه، الامور اتمسكت، بقت في النصاب. ماشي، انا عارف انها دلوقتي بقت تقريبا في النصاب بنسبه 80%. تمام، انا موافق على ذلك. لكن الهدف ما كانش ان انا ارفع السعر وارجع اظبطها واحكمها. الهدف ان انا ارفع السعر، مش ارفع السعر، ادي للمنتج تكاليف انتاجه. عشان يوفر لي الدواء الناقص. الدواء اللي موجود. الدواء الناقص. المحاليل اللي مختفية لغاية النهاردة. وخلينا نتكلم في كده. أنا فرد في وزارة وقدامي منتجين وقدامي موزعين وقدامي صيادلة، 3 فئات. وأنا كل دول بيحصل فيه حاجات، مش بقول كلهم ولكن بعضهم. بعضهم ده بيبقى منعكس على المريض. على المريض الغلبان زي ما بيطلع في التقارير طبعا اللي حضرتك جبتها. الناس دي ما بتكذبش. وانا عايز اقول حاجه، انا بتحصل معايا انا كده. يعني انا باجي اشتري دواء ليا انا بلاقيه بسعره غالي، ما زال سعره يعني مش النسبه اللي المفروض ان تكون. واتحكمت شويه. وانت بتنزل زينا تجيب دواء؟ انا راجل بسيط جدا والله. انا راجل بسيط وهفضل بسيط طول عمري. طيب ماشي. فهذا الموقف. بس لا، كلامك في حكايه المصنعين ده خطير. طب انت هددتهم؟ قلت لهم هم عارفين كده، احنا متفقين، احنا ما بهددش حد. انا راجل غلبان برضه. طيب ماشي، انذرتهم كدوله كاتفاق. احنا ده اتفاق بيننا وبين بعض، اتفاق. في اتفاق، عقد شريعه متعاقدين. اتفاق. وفروا لي 1100 ثلاث اشهر، والكلام ده انا قلته من اول مره. فات قد ايه؟ فات منهم تقريبا دلوقتي 2.5 شهر. يعني هم دلوقتي بيطلبوا مني ان عشان زياده سعر الدولار اديهم مهله تاني، لكن الفكره ما زالت موجوده. وهتديهم المهله؟ بندرسها. خليني برضه اكون صادق. بندرسها. على اساس هم بيقولوا ايه، الدولار زاد قوي، مش عارف ده اثر علينا في ان احنا بنجيب الرو ماتيريال. البنك المركزي مدي لهم الدولار اللي في الاوبشن. لا، هم بيتكلموا على ان هم مش على كده، هو على ان السعر زاد قوي فادونا فرصه على اساس ان احنا نوفر هذا الكلام. بندرس، ولكن احنا لنا حد زمني. اذا ما توفرتش الادويه الرخيصه لهذا الشعب مع احكام اداره الصيدله على اسعار الدواء، اللي طلع القرار يسحبه. اللي هو حضرتك. ايوه. ده كلام محترم جدا جدا جدا. ولبن الاطفال؟ لا، لبن الاطفال زي الفل، الدنيا زي الفل. ما بتجيلكش شكاوى؟ لا، احنا لبن الاطفال قصتها كلها هي احنا حلها في ميكنه
الألبان، مكانة ألبان وأماكن توزيع الألبان، ودي برضو اللي أنا بحلها بشكل مركزي زي ما أنا بقول التأمين الصحي لازم نحل دي بشكل مركزي. إحنا اللبن بيتوزع فين؟ لبن الأطفال المدعوم، علبة اللبن إحنا اشتريناها السنة دي ب26 جنيه، بنديها للأم اللي عن محتاجة الطفل ب3 جنيه و60 قرش. كويس قوي. هل بتصل للأم؟ لا، ما بتوصلش. بتروح فين؟ بتروح تتوزع على محلات الحلويات، بتتاخد نفس الألبان. بتاخد اللبن ده توديه لمحلات الحلويات. حل ايه؟ ان هي يبقى فيه حاجة واحدة بس، تبقى فيه كارت زي الكارت بتاع التموين ده. احنا عارضين اهو الجرافيك على الميكانة دي هند. دي كده كارت. ده كارت بالظبط. كارت ده بيبقى مفروض انه هيتوزع على 1009 وحدة صحية تقريبا. يعني بعد كده الناس هتاخد بالكروت. بالكروت. في نهاية هذا الشهر. في نهاية هذا الشهر. كل هذه الكروت وكل البرايمري هيلث كير وحدات الرعاية الصحية الألف وحدة هيتم فيهم توزيع هذا اللبن بهذا الكارت. تنهي بقى الموضوع اللي القصة دي خلاص. الفرن وروح الحلويات. خلصنا. زي ما قلنا الإسعاف اتحلت بشكل جذري. توزيع الألبان بشكل جذري عبر الكروت. بالظبط كده. وده انت قلت امتى التواريخ؟ اخر هذا الشهر اللي احنا فيه ده، اهو اغسطس ده. طيب خبرين مهمين يا جماعه، اخر هذا الشهر موضوع الكروت، الثاني هذا انا هسميه بمزاجي، هذا الانذار لشركات الادويه بانها ان القرار بتاع غلاء الاسعار ممكن لا رفع الاسعار، رفع الاسعار علشان توفير الدواء الرخيص يتلغي الدواء الرخيص. طيب تمام. في بعض الناس بقى بعت لي حاجات يعني برضو يبدو برضو الحاجات الاداريه، لو سمحت استاذ خالد عرف وزير الصحه بان مدير الصحه في بلبيه الشرقيه مبهدل المراقبين الصحيين، دواء سيتوبين المسكن، والوزير اتكلم على الدواء سيتوبين المسكن، الناس الغلابه كانت بتستريح على العلاج ده، الرساله لسياده الوزير الدواء ده مهم جدا لشريحه كبيره من الشعب، نرجو ان يتوفر في بلد ولا ناقص، ده من اللي ناقص برضه. طبعا. وكان في قائمة الألف ومية. طبعا. طيب سيادة الوزير على العموم الكلام مهم جدا جدا مع شركات الأدوية، نتمنى ان شركات الأدوية تتحلى بقيم صيانة العقود. سعر الكوريمون والفاستيمون ودي كلها أدوية هرمونات من 33 إلى 70 حرام ومش تقيينه. في نفس الجدول. احنا بنتكلم كلام حق يعني. نظرة رحمة وتعطف يا سيادة الوزير عيادة أحمد عرابي التابعة للتأمين الصحي لمنطقة شمال الجيزة بشارع أحمد عرابي، أقسم بالله بأنها مكان غير آدمي يعاني الإهمال. طبعا هتقول له انتظر التأمين الصحي بس القاهرة استنى. القاهرة استنى 12 سنة. تحل إن شاء الله. تحل 12 سنة. لا 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 مش 12 سنة برضه، ما أنا عايز أقول إن ده لونج لاستنج. أو دي النظرة، أنت لما تيجي تحل مشكلة لازم تدي الزمن الطويل. لا الحل الطويل المدى. ولازم يكون عندك حل قصير المدى. واحنا ده طويل المدى ده فعلا، ولكن احنا بنحل حلول قصيره المدى. ايه بقى زي ايه في حلول قصيره المدى؟ يعني مثلا قصيره المدى يعني حد مثال ان احنا في بالرغم كل الظروف الماليه اللي احنا فيها 31 مستشفى جداد طالعين في مصر. الدوله بتتحملهم. 31 مستشفى في وقت واحد مكلفيننا كام الدوله؟ 8 مليار جنيه. 31 مستشفى طالعين دول عشان يرفعوا الخدمه الصحيه. انت ما خدتش نصيبك من الدستور؟ يعني إيه؟ انت عندك حق دستوري بنسبه بانه بتضحك على ايه؟ خدت خدتهم بالظبط ولا لا؟ تقريبا ان شاء الله باذن الله. لا خد ان شاء الله. هتاخدهم؟ لا انا اخدهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لا ده حق دستوري. ايوه هناخدهم ان شاء الله باذن الله. هم من الدخل القومي ولا من الناتج القومي؟ يعني انت بتاخد كام والمفروض تاخد والله كام؟ انا لسه ما جاتليش الموازنه لسه بتاعت السنه دي لسه ما جاتش. ان شاء الله انا يعني اللي انا عارفه ان هي انت مش عايز تعمل ازمه سياسيه. لا انا مش ازمه سياسيه ولا حاجه ان شاء الله. يعني احنا انا عايز اقول لك يعني خليني اقول حاجه، ان الدوله دلوقتي بتبذل قصارى جهدها عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان خاطر الانسان المصري بس. يعني احنا دلوقتي بس المهم الانسان المصري يحس في الاخر بالموضوع. معلش ما هو يعني هو في جهد ممكن كويس يعني خد بالك النخب هتفهمه بطريقه لانها شايفه بره. والله في ناس بتقول لك انا بدفع اكتر وانا اتبهدلت وانا مش لاقي الدواء. يا جماعه يعني نظره الى ما كان يحدث وما نفعله الان. يعني احنا حكومه، رئيس دوله قبل الحكومه، دوله كامله مجرده من كل شيء الا خدمة هذا الشعب فقط. كلنا سايبين بيوتنا
وسايبين حالنا وكله جاي وبتركيز يعني من رأس الدولة، كل من يعمل، كل من في الحكومة دلوقتي عشان خاطر هذا الشعب بحق الله. ربنا يكرم يا رب ونشوف نتيجة إن شاء الله. يا رب قول لي بقى الحلول المتوسطة، عيادة زي أحمد عرابي، هناخد أحمد عرابي ده عشان الراجل بعت لنا. أنا هقول حاجة، خلينا نتكلم على التأمين الصحي. أنا هقول مثال حاجة صغيرة جدا كل بتوع التأمين الصحي عارفينها. هل تعلم حضرتك الزيادات اللي احنا بنقول الفلوس المقطوعة اللي خدوها الأطباء، خدوها كل الأطباء ما عدا أطباء التأمين الصحي؟ ما خدوش. ليه ما خدوش؟ لأن هم لهم دي هيئة اقتصادية مستقلة، فكان لابد أن يكون لهم قانون مكمل. هذا القانون المكمل موجود في مجلس النواب بقاله دلوقتي فترة طويلة جدا، يدي لأطباء التأمين الصحي 2.7 مليار. ولذلك أطباء التأمين الصحي بيهربوا دلوقتي من التأمين الصحي، مش بيهربوا، هم مش هربوا. عايزين هم هربوا، يقول لك وديني، ما دي كلها وزارة الصحة، طلعني من التأمين الصحي وديني أي قطاع تاني. ولذلك احنا عندنا نقص شديد في الأطباء في التأمين الصحي. الطبيب اللي بيطلع من التأمين الصحي بيروح أي مكان تاني. والقانون واقف في البرلمان؟ إن شاء الله ربنا يكرمه ويطلع من البرلمان. طب واقف ليه؟ مفيش، لسه ما دخلش. انتوا ما دخلتوش؟ لا دخلناه، ما جاش الدور عليه. دخلته والدور ما جاش عليه. بقى لنا بقى في الموضوع ده هوت فترة طويلة. حقيقة يعني. طب بنشهد الدكتور علي عبد العالي إنه دخل إن شاء الله. يا رب. يا دكتور يا رب. علي ده قانون التأمين الصحي. يا رب. والأطباء. 2.7 مليار هيخش للتأمين الصحي. طبعا. دي ده الحقنة المسكنة. ده الحقنة المسكنة. بقى ويخلي الناس تشتغل. طبعا. يعني الناس من ال معلش خليني هقول كلمة أنا آسف يعني. من الفقر برضو في القطاع الطبي الدكاتره ما بتشتغلش، ما بتاخدش فلوس، بتمشي بتهرب في التامين الصحي بيهرب. ما انا بقولنا احنا يعني احنا بني ادمين، احنا بشر لنا اثابه وعقاب والعقاب صحيح. سيادة الوزير، الفئات الاخرى دون المهن الطبيه تم اهمال الفئات الاخرى من غير المهن الطبيه، وهي تستحق ان تنضم للمهن الطبيه لطبيعه عملها مثل أخصائي الإحصاء الطبي بمركز المعلومات والمستشفيات وكذلك بعض الفئات المساعدة الأخرى. عايز ترد عليه؟ يعني طبعا هم ده بيطبعوا لينا طبعا، بيطبعوا طبعا. طب ليه مش داخلين في؟ لا داخلين، بس هم ما دخلوش في قانون 14 ده، قانون اللي هو الزيادة دي ما دخلش فيها في بالظبط كده، فيبقى قاعد زميله زاد وهو بالزبط. لا بالظبط. ظلم ظلم برضه. طبعا. طب هتحلها لهم دي ولا تعمل ايه؟ مش واردة، خلينا ما بكذبش، اتفقنا. ما هيش واردة حاليا في الوقت الحالي. مش واردة في الوقت الحالي. التزويغ في مستشفيات الصحة النفسية. لا مش الصحة النفسية، احنا ما بنقولش كده، نقول تزويغ، نقول عايز اقول جملة ألطف، عدم تواجد الأطباء. اللي هي عندنا احنا المصريين عدم تواجد الأطباء. الشارع اسمها التزويغ. إن شاء الله تتحل بالإثابة زي ما أنا قلت كده، الإثابة والعقاب. سيادة الوزير، عندنا فساد إداري في مديرية الشؤون الصحية بالقلوبية، عايزين نعرضه عليك. يعني انت الحاجات اللي بالشكل ده بتجيلك لما بتجيلك حاجات فيها لا اصل انا يعني انا ما بحبش اتكلم بشكل عام. خليني اقول واقع يعني، ما تبقى مثلا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مثلا انا النهارده مغير 4 مديرين شؤون صحيه، 4 وكلاء وزاره. 4 النهارده من 27. كان سببهم ايه؟ خلاص يعني انا بقول لحضرتك، انا بقى لي دلوقتي داخل على سنه، ففي السنه دي انا يعني بدي لكل واحد فرصه ونحاول ان احنا وبستنى لغايه ما بتيجي بقى خلاص يعني. ما انت بقى عديت خلاص. احنا ممرضين ومش واخدين حقنا يا فندم. مفيش حد واخد حقه في القطاع الصحي، خليني اقول كده، لا الدكتور واخد حقه ولا ممرض ولا ممرضة، وانا عارف كده. ما هواش ما انا لسه بقول يعني الكم اللي بياخدوه من البعد حتى الزياده مش مكفيه. وانا مقتنع بكده. وبرده الممرضين والحاجات دي داخلين في طبعا المنظومه، طبعا في المنظومه طبعا. يعني الحل الذي لا بديل عنه ولا مناص عنه هو تطبيق منظومة. أنا شايف إن أنا وجودي في هذه الوزارة يساوي تطبيق هذا القانون. يعني معنى القانون ده لو ما دخلش المجلس. أنا أحس إن أنا مهما عملت أنا بشتغل الحمد لله وعامل حاجات، يعني زي مثلا علاج فيروس سي، زي إن أنا عملت ميكنة للرعايات، ميكنة للإسعاف، ميكنة لتوزيع الألبان، بنبني مستشفيات جديدة كثيرة، عملنا وحدات رعاية صحية أولية كثيرة، منظومة فاكسيرا رفعناها، أنا شغال في 15 ملف. 15 ملف في الوزاره دي انا شغال فيه من ساعه ما جيت. ولكن انا شايف ان اهم ملف اذا طلع هحس بالرضا ومدام ربي هو خروج قانون التامين الصحي. بشكرك سياده الوزير، شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده. كلام واضح شجاع، يعني حتى صراحتك مش مخليه في مواجهه ما بيني وما بينك. فبشكرك شكرا جزيلا، وبشكر الناس اللي شاركت معانا، ونتطلع الى ان هذا القانون تنتهي فيه الدراسه الماليه. خليني اقول حاجه،
بعرفها كصحفي، انه وزير الماليه السابق في الحقيقه هاني قدري ربنا بقى يجازيه على قد نيته، هو اللي وقف قانون التامين الصحي بعد الدراسه الالكتوريه اللي عملتها وزاره الماليه، وهو اللي طلب يروح مره تانية للخارج لشركه الشركه بتاعه الدراسه الالكتوريه. هاني قدري كتر خيرك، عطلتنا وربنا ان شاء الله يديك على قد نيتك، ربنا يديك على قد نيتك ان شاء الله. ما تخلص الدراسه الالكتوريه يعرض القانون، والمهم الامل، يعني المهم يبقى عندنا زقنا زق لقدام، وبالطريقه دي نقدر نحل. واهم حاجه انه 40% مكفولين من الدوله. بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير، ومبروك على اللي عملته في فيروس سي. انا مش راضي اعيد الكلام تاني، ان احنا انت دخلت معايا يوميها، ودي حاجه جميله، وان شاء الله يا رب يبقى كل حياتنا فيها انتصارات على المرض والفقر باذن الله. شكرا جزيلا، بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم الاسبوع الجاي. تصبحوا على خير.